أقرب وسيلة بتلامس النفوس، والفن أقرب وسيلة منعبر من خلالها عن نفوسنا واللي بيجول فيها وعن إبداعاتنا. مثل ما عودناكم كل أسبوع حلقة جديدة مع ضيف مميز. اسمحوا لي رحب بضيفي الشاعر شعبان سليم. أهلا وسهلا فيك، نورت همس الفن. طبعا حلقتنا اليوم مختلفة مشاهدينا، رح نحكي عن الشعر، يعني شوي بعدين عن مجال الفن، انه سواء كان تمثيل او غناء او رسم. اليوم راح نحكي عن موضوع مختلف هو موضوع الشعر. طبعا كبدايه حابه ارحب فيك ضيفي الكريم شعبان سليم. طبعا حضرتك من مواليد اللاذقيه 54، حائز على اجازه في اللغه العربيه من جامعه دمشق عام 79، لك مشاركات بمعظم المحافظات السوريه، مدقق لغوي لمده 10 سنوات في جريده الوحده. اكيد انت بتكتب كل انماط الشعر وهيدا اللي بيميزك عن بقيه الشعراء. متزوج وعندك 4 بنات، الله يخلي لك. الله يخليك. بدايه خلينا نحكي عن سر هيدا الابداع وكيف اكتشفت هيدا الموهبه وبلشت بالكتابه. الموهبه الشعريه ولدت لدي منذ كنت طفلا في الحلقه الاعداديه، فاكتشفتها في موضوع تعبير كتبته للانسه او المدرسه، فقالت لي إن لغتك جميلة وتعبيرك جميل، فاتجهت بجهة كتابي، وكان كل فترة أكتب مقاطع عدة من الشعر، ففي النهاية اكتشفت أنني موهوب شعريا فبدأت كتابي. واستمرت بهذا المجال. استمرت في الكتابة، بدأت أولا في قراءة القرآن الكريم لأنه أم اللغة العربية، ومن ثم الشعر العمودي الجاهلي المعلقات وغيرها، والشعر العباسي والأموي، وصولا إلى الشعر الحديث المترجم منه والنثر. لذلك أنا أكتب الأنماط الثلاثة، العمودي والتفعيلي والنثر. طبعا وهذا اللي بيميزك أنه أنت بتكتب كل أنماط الشعر عن بقية الشعراء. معظم زملائنا الشعراء وخاصة في اتحاد الكتاب العربي يكتبون إما العمودي وإما النثر وإما التفعيلي، فأنا أكتب العمودي والتفعيلي والنثر معا في آن واحد. هلأ من الضروري أنه نحن مثلا نكون دارسين اللغة العربية أو متقنين لها لحتى نحن نقدر نطلع الإحساس اللي جوانا والإبداع إذا نحن حابين نكتب، أم هي اللغة العربية ودراستها وإتقانها مكملة لهذا الموضوع؟ كدراسة غير مطلوب منا أن ندرس اللغة العربية من أجل كتابة الشعر، أما كإيجاد يجب أن نجيد اللغة العربية. لذلك بدأت بالقرآن الكريم كي أجيد اللغة العربية بعدا عن الدراسة. فاللغة العربية هي مفتاح الشعر، هي الوسيلة التي نعبر فيها عن الشعر، فإذا كانت لغة سيئة يكون شعرها سيئا، وهناك شعراء كثر لا يجيدون اللغة العربية ويكتبونها بشكل جيد، لكنهم يحتاجون إلى مدققين لغويين أو إلى خبيرين في اللغة العربية كي يبقى المقطع الشعري متوازن بين اللغة وبين المضمون. طيب هلا بما انه حضرتك تكتب اكثر من نظام يعني تفعيله، فنحكي انه شو بتفرق مثلا لما انا بكتب بنظام النثر مثلا او العمودي او التفعيله، يعني شو الفرق؟ الكلام في اللغه العربيه نوعان، شعر ونثر. الشعر هو الموزون. الموزون الاول هي العمودي، البحور التي كان اجدادنا يكتبوا عليها. والبحور العربي معروف في الشعراء. منها اشتقت قصيده التفعيله، والتفعيله هي صاحب التفعيله واحده قد نمتد فيها طويلا، او ناخذ تفعيله او تفعيلتين ونكتب من خلالها، اي بشكل كما يسمى دائري هكذا. والقفلات غير مهمه الا في النهايات او كما يريد الشاعر. فالشعر التفعيلي هو موزون ايضا وليس حر. يبقى النمط الاخر البعيد هو نمط النثر وهو بعيد عن الوزن. والا هو هناك شعراء يكتبون النثر بشكل جيد، الشعر ادونيس لديه من النثر ما يجمل اللغة العربية، وهو شاعر عمودي في نفس الوقت. طيب بالنسبة لعناوين مجموعاتك الشعرية، أنت بتختار مثلا عنوان وعلى أساسه بتكتب لما أنت بتكتب، ومن الكتابة اللي بتكتبها أنت بتختار عنوان لمجموعاتك؟ أنا ممكن أن أكون عكس ما قلتي، أختار العنوان أخيرا، قد يكون عنوان قصيدة. ففي مجموعة مراثي الرماد التي نشرها اتحاد كتاب عام 2009 هي عنوان قصيده في المجموعه، ولم يكن معروفا ماذا سأعنون هذه المجموعه الا قبل ان اقرا القصيده وهي مراثي الرماد. فالعنوان اختاره اخيرا، وعلى الاغلب هو عنوان مجموعه او قصيده من المجموعه. يعني انت بتكتب اللي بيخطر ببالك وبعدين انه بتجمعهم لحتى يعني تصدر هيدي المجموعه، يعني ما بتكون مثلا في
هدف او غايه معينه او مجال معين؟ لا استطيع ان اقول اني ساكتب مجموعه شعريه بعنوان كذا او عمودي او تفعيلي او نثري، لا اكتب مجموعه قصائد واقراها في اخيرا ومن ثم ارتبها واضبط وزنها واعتبرها مجموعه كامله. شو حابب تسمعنا من مراسي الرماد؟ قصيده بعنوان مراسي الرماد ايضا، وهي يمكن 12 مرتات اقرا منها بعض المراثي. اعوذ بك الان يا سيدي من بغاث النفوس وشر المحبين في السر، من لغو من يدعون الكلام ومن خيبه الشعر، اما ترام على باب مولاه من قلق الصخر في ساحل رافعا حزنه في الحطام. اعوذ مرتي الثانيه، اعوذ واعترف الان اني مدحت الامير، رسمت النجوم ممرغه بالوحول، سرقت غطاء العصافير من تحت زيتونة في الهضاب، وأغلقت نافذة الضوء في برج روحي، أقمت صلاة المحبين خوفا، نشرت هموم القطا في الحريق، فما كان إلا الخراب الخراب. ليه أنت معتبر أنه هذا الشيء أنه كلام عادي، أو أنه هذا يعني طالع من نفس إنسانية صادقة؟ أنه ليش نحن لحتى ما نعتبر أنه هذا الشعر؟ يعني شو اللي بيميز كلمة شعر عن هيدا الإحساس الصادق اللي نحن يعني اللي عم يكتبوا جديد وعم يعتبروا حديث؟ فأي شعر مثلا أقرأ البارحة كنت أدقق مجموعة لشاب شاعر يتكلم في قصيدة واحدة ربع المجموعة عن علاقتي بحبيبتي، مشوار وراح وإجا وإلى آخره، فهذا الموضوع خاص علاقتي لي فيه، ليس حياة تهمني أنا أو تهم الآخرين. ما يهمني أنا أن أكون مواطنا عاديا، لا أتعرض إلى أذى، لا أتعرض إلى كذا، أن أقوم بواجبي، أن 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 أعمل، أن أنشر، وهذا من ضمن إطار الشعري، أن أنشر الدفء والمحبة في نفوس الأصدقاء والآخرين. من خلال كلامك أنه حضرتك مدقق، طبعاً أنت عملت لسنوات طويلة بجريدة الوحدة كمدقق لغوي، شو أضف لك هذا المجال من التدقيق اللغوي؟ أعطاني أن أدقق أكثر في مجموعاتي أولاً ومن ثم في مجموعات الآخرين. يعني كنت أدقق الجريدة كاملة 12 صفحة يمكن، وأتحداهم على خطأ واحد فيها، كان رئيس التحرير الله يذكره بالخير، أتحداهم على خطأ واحد، كان الأستاذ رياض درويش، قلت له إذا شوف خطأ واحد بعطيك 25 ليرة. طبعا أضاف لي لغتي تدقيق أكثر في اللغة. يعني مثلا هناك كان الله يرحمه سهير خليل، كان زميلكم، يقول لي شعبان رأيت الليلة واضحا. ليش واضحا؟ قل له انا لانه حال، كيف رايت الليله واضحا؟ يعني بيعرف اللغه بس ما بيعرف اعراباتها، فاضاف التدقيق اضاف لي تعلق اكثر في القواعد وفهمها بشكل جيد. اضاف لك اطلاع على منشورات الاخرين؟ تدقيق قليلا وليس كثيرا، يعني انا مدقق بعض شيء 10 او 15 مجموعه، علما انني عضو لجنه قراءه في اتحاد كتاب العرب. قرات 6 أو 7 مجموعات من اجل الموافقه او عدم الموافقه عليها. في مشروع معين حاليا حابب انك يعني انه يعني تغوص فيه، انه مثلا ممكن يكون ندوات شعريه، ممكن يكون امسيات شعريه، انه او مدعو على مناسبه، خاصه هلا في اعياد ميلاد وفي يعني مناسبات بتخص نهايه السنه. احب ان ارسخ او اقدم الادب في كل مناسبه وليس بمناسبه محدده. فعيد الميلاد والشعر لا يتفقان، رأس السنة والشعر لا يتفقان، أي عيد آخر بعيداً عن عيدين المذكورين لا علاقة لهما بالشعر. أنا عندي عندما أقرأ مجموعة أشعار لعدة أصدقاء هو عيد بحد ذاته، أرسخ شعري من خلال أصدقائي. هناك مجموعات من الأصدقاء نعتبرها دوري شهري أو أسبوعي، نقعد نقرأ مجموعة من الأشعار وننقد بعضنا بعضاً بهذه الطريقة، أطور مستواي الشعري. أحب أن أكون على تواصل مع المستمع، لأن القصيدة تتم برأي المتلقي، لكن مشكلتنا في هذه المحافظة أن معظم المتلقين عاديين لا يصلون إلى مستوى أو إلى المفردة التي استخدمتها أو التركيب الذي استخدمته أنا، فمما أضطر إلى شرح ما قلته. بس أقرأ لصديق أو لصديق شاب هذه القصيدة، ما قصدك بتوق الضفاف؟ التوق شدة الحب والضفاف هو جمع ضفة، واضح الكلام يعني.
شو بتنصح الشاب السوري أو الشاب اللي حابب أنه يكتب أو عنده قدرة على الكتابة، عنده موهبة على الكتابة، وخاصة أنه جماليات الأدب شيء رائع بالنسبة لنا نحن السوريين، خاصة أن لغتنا العربية اللغة الأم كمان، شو بتنصح الشاب السوري اللي قادم على الكتابة؟ أولاً أرى أن الشاعر أو الشاب الذي سيكتب يجب أن يكون لديه محبة للأدب، أولاً محبة للأدب. ثانياً يجب عليه أن يطور لغته العربية، لأن هناك لي صديق شاعر لن أذكر اسمه يكتب نثر بطريقة رائعة جداً لكن لغته في الحضيض. قلت له طور لغتك العربية، وإذا أردت أي مرجع أنا موجود، عندي مرجع موجودة. فأولاً محبة اللغة، إذا ما بحب اللغة أنا ما بكتب اللغة. اثنين بدي أطور لغتي. ثالثاً القراءة، القراءة المتتالية، تنويع القراءات. أنا بقيت فترة أقرأ شعر عمودي ومن ثم شعر مترجم ومن ثم شعر نثر ومن ثم إلى آخره، حتى يكون في ذهننا صور متنوعة وليس نمط محدد من الصور الشعرية المحددة. فأتمنى على جميع الشباب الذين يبدون الكتابة أن يطوروا أنفسهم بالقراءة والكتابة المستمرة. طبعاً بنهاية حديثي معك بدي أتشكرك على المعلومات القيمة اللي أضفت لنا، هي اللي بتمنى كلنا نكون استفدنا منها واستمتعنا بالكلمات الرائعة اللي قدمت لنا، هي الشاعر والكاتب شعبان سليم. أهلا وسهلا فيك، نورت همس الفن. الله يخليك، شكرا أيضا، شكرا كثير لكم ولهذا العناء الذي بذلتموه. شكرا لك. طبعا الشكر الأكبر بيبقى لكم مشاهدينا، همسات جديدة بحلقة جديدة بيوم جديد.